جداً. دكتور إيمان كريم رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. أهلاً بحضرتك معانا. دكتور من فضلك يعني بتشوفي حضرتك ماذا قدم صندوق قادرون باختلاف حتى الآن، وماذا وعد أن يقدم لأصحاب القدرات الخاصة؟ يعني هو صندوق قادرون باختلاف طبعا ده صندوق بيتولى مهام مهمة جدا لتطبيق القانون على أرض الواقع وتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة بعد طبعا صدور قانون 2018 رقم 10. أي. وطبعا القانون يعني واسع القطاع يعني المجالات العباءة يعني كثيرة جدا بالضبط، وعشان كده كان لازم يبقى في موارد تقابل الحقوق دي. وطبعا هذه الحقوق بتهتم من الأولويات طبعا إن يصدر بطاقة الخدمات المتكاملة علشان يقدر بعد كده، والكوميسيونات الطبية إنها تتفعل علشان يقدر بعد كده الشخص عنده إعاقة يقدر يحصل على هذه الخدمات بالآي دي بتاعه اللي هو بطاقة الخدمات. طبعا عندنا طبعا اختصاصات كتيرة للصندوق زي توفير منح دراسية، زي مساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية، زي مشاركة في تكلفة الإتاحة علشان يبقى في مرافق عامة. حياتك قلت لنا مرة قبل كده إن ده من خلال فرض بعض الرسوم على بعض الخدمات اللي بتقدمها الدولة، صح كده؟ دي حاجة، واللي احنا بنتكلم فيه النهاردة في الاجتماع اللي كنت حضرته هو الحقيقة الخدمات اللي بتقتطع من الموظفين الدولة في بعض الرسوم دي بتغطي التكلفة للمشاريع للأشخاص ذوي الإعاقة. بس النهاردة احنا بنتكلم على الصندوق ليه مجلس إدارة، ليه مجلس أمنة، طبعا فخامة الرئيس هو رئيس مجلس الأمنة، ومجلس الإدارة بيتكون من الوزراء بعض الوزراء والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والخبراء في مجال الإعاقة والمجتمع المدني. طب دكتور إيمان، حضرتك النهاردة كنت حاضرة الاجتماع مع رئيس الوزراء صح؟ ما انا يعني المجلس القومي اللي بيمثله هو عضو في مجلس الاداره. طيب هل اسال سعادتك باعتبارك رئيس المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقه ايه الطلبات اللي قدمتيها لرئيس مجلس الوزراء النهارده؟ قلت له يعني 1 2 3 4 دول لسه محتاجين تحريك، هل مثلا شقق لذوي الهمم، هل إتاحة اكبر لعدد من المنح الدراسيه لان كتير منهم متفوقين، ايه اللي ناقصك حسيتي؟ النهارده ما كانش في اي طلبات، النهارده كان جلسه اجرائيه عشان تشكيل المجلس الاداره. بس طبعا انا اقدر اقول لحضرتك اللي احنا محتاجينه من التواصل مع الاشخاص ذوي الاعاقه نفسهم، لان احنا طبعا عندنا خدمه مواطنين، عندنا اداره خاصه بخدمه المواطنين، وعندنا اداره بالشكاوى، وعندنا كل ده. زي ما قلت لحضرتك محتاجين نفعل اكتر وننزل بطاقه خدمات، عايزين نفعل اكتر الاتاحه في الاماكن العامه والابنيه والمرافق، عايزين نفعل اكتر التكلفه بتاعه الاجهزه التعويضيه علشان يقدر الشخص اللي عنده اي اعاقه يبقى عنده يعيش حياه شبه طبيعيه بالظبط الادوات بتاعته، وينزل المجتمع ويشارك بطريقه فعاله. عايزين نتيح اكتر للمدارس انها تكون مهيئه، مناهج تكون دامجه، برضو الشباب والرياضه كان زي ما حضرتك قلت النهارده هو احد يعني اعضاء مجلس الاداره، احنا عايزين نتيح اكتر مراكز الشباب، نتيح الاماكن اللي يقدر ينزل يمارس فيها الرياضه. أيه. يكون في نوع من الوصول للخدمات دي بشكل اسهل يعني. طب دكتور إيمان ممكن أستأذن حضرتك نوريني في يوم يناسبك ونتكلم بتفصيل أكتر في فقرة حوار عن مشاكل، نحط إيدينا على مشاكل أكبر وحلول أيضا بدأت بها الدولة في هذا المجال المهم؟
طبعا يشرفني. طيب يا فندم انا هترك زملائي مع حضرتك من الاعداد يحددوا مع حضرتك الميعاد المناسب ليكي، واشكرك جدا دكتور ايمان كريم رئيس مجلس قومي للاشخاص ذوي الاعاقه. والحقيقه ان دكتور ايمان دي مش اول مره تشرفني على التليفون، باخد منها معلومات مهمه جدا، وبقى صعبان عليا قوي ان احنا كده يعني وقت الهوى وقت المداخله وقت فقره الاخبار، فاتمنى فعلا انها تشرفني ونتكلم باستفاضه حول مشاكل ذوي الهمم، لان احنا كنا لغايه وقت قريب من سنتين ثلاثه كانوا هم لما تقابلهم يقول لك لا ده كلام، ولما تقابل المسؤولين يقول لك لا ده احنا عملنا وعملنا وعملنا. عايزين بقى ايه هذه الحلقه المفقوده نحط ايدينا عليها عشان ان شاء الله يكونوا وصلوا ببعض عن طريق المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقه اللي بترأسه دكتور ايمان كريم، والدوله عرفت الاحتياجات وبدات في تنفيذها، وهم كمان المصريين طيبين لما بتبتدي بخطوه كده يقول لك اه ده الدوله جت ده وبدات فعلا وهو وحصل، يعني مش عايزين كل حاجه مره واحده ولا حاجه.